الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: ما صحة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره؟ وهل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مكانهم وأين يسكنون، أم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي؟ رسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر مكانهم، فليس لهم مكان خاص، وإنما وجودهم مقطوع به قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لهم مكان خاص. قد يكونون هنا أو هناك، أو يكونون متفرقين في الأرض، المهم أنهم موجودون إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وأما وصفهم فكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.